ياتي تنظيم هذا المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل مستوى قطاع ديال الصحه في ظل واحد مجموعه من التراجعات اللي شملها القطاع ديال الصحه في شقه المتعلق بموظفات وموظفي القطاع، حيث تم الرمي بمعظم نساء ورجال الصحه من قطاع الوظيفه العموميه الى نظام المجموعه الصحيه الترابيه، ذلك ما يهدد وضعهم المهني باعتبارهم كانوا موظفات وموظفين في إطار الوظيفة العمومية، وكذلك تضرب مركزية أجورهم باعتبار مركزية الأجور هي أحد أعمدة الحفاظ على صفة الموظف العمومي. بالنسبة لنا كاتحاد مغربي الشغل سبق لنا أخذنا واحد مجموعة من النضالات سواء بشكل مستقل أو في إطار تنسيق نقابي من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، وكذلك من أجل توفير ظروف عمل وبنية قانونية ملائمة للنساء ورجال الصحة، وكذلك من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية. توجت بمحضرين، محضر عام ومشترك بين القطاع وزارة ديال الصحة بحضور وفد عن القطاعات الحكومية المعنية، تم التوقيع ديالو هنا بالدار البيضاء يوم 29 دجنبر 2023، وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق بين الجامعة الوطنية للصحة والاتحاد المغربي للشغل، تم توقيع محضر اجتماع يوم 26 يناير 2024 التي تطرق لواحد مجموعة من المكتسبات والمكاسب الجديدة بما فيها الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور. بالنسبة لنا للأسف أن كنا نتسناو من وزارة الصحة والحكومة على عهد الوزير السابق أنها تنفذ هذه المحاضر الاتفاق، إلا أنه للأسف لم يتم ذلك، وتم تراجع على مجموعة من النقاط التي تم التوقيع عليها داخل هذين المحضرين. كذلك تم برمجة تغيير على المستوى القانوني مرتبط بالميزانية القطعية لوزارة الصحة اللي غادي تخرج نساء ورجال الصحة من الميزانية العامة إلى الميزانية الخاصة بالمجموعة الصحية الترابية. هذا الأمر اللي دفعنا أننا نستمر في الأشكال النضالية، وتم إعلان عن مجموعة من الأشكال الاحتجاجية منها اعتصامات جزئية اللي تم التنفيذ ديالها على المستوى 40 مندوبية إقليمية، وكذلك تم مراسلة ديال وزارة الصحة ورئيس الحكومة من جديد من أجل التدخل وتنفيذ الاتفاقات السابقة، لأن للأسف لم يتم ذلك. وتم مباشرة من بعدها إعلان برنامج احتجاجي جديد اللي كان فيه توقف عن العمل لمدة ساعة في مختلف مواقع العمل، وكنعرف مشاركة ديال آلاف النساء ورجال الصحة في هذا الشكل الاحتجاجي. كذلك إضراب عام قطاعي اللي كان غيكون نهار 30 أكتوبر، ونظرا للدعوة اللي تلقيناها من الوزارة أن تلقينا بالسيد الكاتب العام للوزارة باش نحطوا وزير الصحة عن طريقه في الأوضاع والمطالب ديال النساء ورجال الصحة. يتم اليوم الاجتماع ديالنا هذا تم نداء ليه من طرف الشغيله ومن طرف المناضلين من اجل عقد هذا الاجتماع الوطني من اجل المطالبه والتركيز على مطلبين، وهما اولا الحفاظ على مركزيه الاجور والحفاظ على صفه الموظف، وتبقى جميع اشكال نضاليه مفتوحه، لان الشغيله صراحه لحد الساعه كتعاني من الحيف وكتعاني من واحد وكتعرف الصحه الصحيه كتعرف واحد الاحتقان اللي هو شديد جدا. يعني كنتمناو من الوزاره الجديده في شخص السيد الوزير اللي تم التعيين ديالو من طرف صاحب الجلاله ان ينظر في هذه الملفات وان ينظر في هاد الطلبين المهمين اللي كنعاود نركز عليهم، وهو مركزيه الاجور والحفاظ على صفات موظف، مع احترام المواثيق والاتفاقات المبرمه سابقا ويتم التنزيل ان شاء الله ديالها على ارض الواقع. وتبقاو جميع اشكال نضاليه مفتوحه امامنا ان لم يتم استجابه لهذه المطالب.